بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوف أسألكم سؤال وأتمنى أن تحتفظوا بالإجابة الأولى التي تتراود في ذاكرتكم عندما تسمعون كلمة شخص من ذوي الإعاقة أو ذوي الإعاقة ماذا يتراود في ذهنكم لأول مرة؟ يجب أن نبتعد بعض الشيء عن الأجوبة المثالية ونحتفظ بالإجابة الأولى لأنها هي الإجابة الصحيحة في مخيلتنا دعونا نتخيل شيئاً آخر لو تم إسقاطنا في قرية ولنقل في الصين قرية نائية ولا نجيد التحدث بلغة أهلها وطلب منا العيش لمدة أسبوع واحد فقط في هذه القرية سوف يكون لدينا خيارين إما أن نغلق على أنفسنا الأبواب ونعيش في معزل عن الناس أو أننا سوف نحاول جاهدين تعلم بعض الكلمات حتى نستطيع أن نتعايش مع أهل القرية خلال هذه الفترة لا غرابة لأننا لا نجيد التحدث باللغة الصينية ولكن ماذا لو علمنا أو نعلم أن هناك أشخاص من نفس جنسيتنا ومن نفس ثقافتنا وديننا وعاداتنا وقد يشتركون معنا في العائلة ولكن لا نستطيع أن نتحدث معهم ولا يستطيعون أن يتحدثوا معنا في هذا الأمر غرابة أدعو الأخ سلطان العامري ليحدثكم باللغة التي أنا شخصياً لا أفهمها إلا القليل سلطان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا اسمي سلطان العامري أتحدث لغة الإشارة وأحييكم وأطلب منكم أن تتعلموا لغة الإشارة حتى نستطيع نحن ورفاقنا أن نتخاطب معكم وتندمجون معنا أريدكم أن تتعلموا السلام فأرجو منكم أن تتبعوا خطواته التصفيق بلغة الإشارة هكذا لأنهم هم لا يسمعون فلذلك عندما نحييهم نفعل هكذا نتخيل شيئا آخر نحن في وسط مكتبة تزخر بمئات الآلاف من الكتب ونحن في وسط المكتبة نغلق عينينا قليلا ندرك أن هناك آلاف الكتب حولنا ولكن للأسف لا نستطيع قراءة صفحة واحدة من هذه الكتب لأننا بكل بساطة من ذوي الإعاقة البصرية مكفوفين نحن نقول أن من حق كل شخص أن يحصل على التعليم والتعليم فرض ولكن هل ساهمنا في تذليل التعليم للمكفوفين مثلا أو لذوي الإعاقة السمعية مثلا لقد حرموا من استقاء العلم في كثير من المجالات بسبب الإعاقة وهذا يعد بحد ذاته إجحافاً في حقهم كبشر في الحصول على التعليم نحن الآن في متحف المتحف الوطني القائمون على هذا المتحف سعوا بشكل كبير جداً في إضافة بعض التسهيلات التي تساعد شريحة كبيرة من زواره من ذوي الإعاقة فهناك بعض المقتنيات
تم ترجمة وصفها بطريقة برايل أو لغة برايل للمكفوفين حتى يسهل لهم معرفة الأثر الذي يقفون أمامه. ولذلك نحن ندعو الجميع كلا في مجاله بأن يعمل وفق ما يستطيع نحو جعل حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة أسهل وأفضل وأيسر. الأطفال من ذوي الإعاقة لديهم قدرات وهم على قدر كبير من الذكاء، حالهم كحال الأطفال الآخرين، ولكن بسبب الجهل قد يكون أو بسبب نقص في التوعية واجهوا تحديات كبيرة ولم يستطيعوا أن يعيشوا مثل الأطفال الآخرين، فقد حرموا من التعليم مثلا أو قد حرموا من ممارسة هواياتهم، وربما قد يكونوا قد حرموا من اللعب مثل الأطفال الآخرين. لذلك ينبغي أن نساهم جميعنا في بث التوعية لأهالي الأشخاص من ذوي الإعاقة حتى يساعدوا أطفالهم بأن يعيشوا مثل الأطفال الآخرين على قدم المساواة. هذا القلم قلم عادي جدا، طبعا أنا عندي القلم، هذا القلم خشبي، قلم خشبي. هذا القلم صنعه شخص كفيف، وليد الهاشمي اسمه، وليد الهاشمي، طبعا وليد موجود هنا. طبعا وليد يقول: رغم انني غير مبصر الا انني اصنع اقلاما تخط اجمل قصصكم. بالانجليزي: Although I am blind, I make pens that draw the most beautiful of your stories. This is what Waleed said. Then you can see Waleed after how he made these pens. You can شاهدوا Waleed لاحقا كيف يصنع هذه الأقلام. خلال السنتين الماضيتين عملت في مجال يعنى برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. وجدت أنه إلى جانب أن الإنسان بشكل عام يحتاج إلى ممارسة الرياضة والتدريب بشكل مستمر حتى يحقق إنجازات، إلا أنه تيقنت أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يحتاجون إلى شيء أكبر في المجال الرياضي، يحتاجون إلى دعم معنوي ونفسي، ويحتاجون إلى أن يتغلبوا على عقدة النقص التي تنتابهم ليست بسببهم وإنما بسبب المجتمع. فكلما وجدوا التحفيز اللازم كلما ازدادت قدرتهم وازداد يقينهم على تحقيق البطولات العالمية والدولية والإقليمية. وينبغي علينا نحن هنا أن نساهم ليس ماديا وإنما معنويا في دعم رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة. فيديو. أخيراً أدعوكم إلى تجربة العيش لمدة ساعة واحدة في منازلكم في أي وضع من أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء البصرية أو السمعية أو حتى الحركية، حتى تتيقنوا حجم ومقدار التحديات التي تواجههم وكيف يتغلبون عليها. وينبغي علينا كلا في مجاله العمل على تذليل العقبات
وفق ما نستطيع حتى نندمج معهم ويندمجون معنا ويستطيعون أن يعيشوا بلا مساعدة وباستقلالية. شكراً لكم.